ما زلنا في البريزنت في انتظار ظهور الدهاكر. حتى الآن هو ده الهدف الوحيد اللي بنرجع البريزنت عشانه. اوكي مفيش بقى ولا باب ولا مفتاح ولا زنبلك ولا أي حاجة من الحاجات دي. يعني الدنيا متغيرة تماما، مفيش سفينة راسية عشان احنا في الخزنة، مع ان البرنس اصلا المفروض ان هو جايب سفينة يعني. هي اتحطمت في اول اللعبة، بس يعني على الاقل يبقى في اي اثر. طب هيروح ازاي؟ طب هيروح في الباست ولا ايه؟ والله انا مبسوط ان انا مش فاكر، خليني اتفاجئ بقى واتفاجئوا معايا. مش عارف ليه بحس ان اللعبة في البريزنت بتبقى فاست بيست عن اللعبة في الباست. الحفلة هنا يعني شد حيلها أوي يعني، كده كتير كده كتير، والواحد بدأ ينهج يعني. وبعدين طيب نبص فوق على طول. اوكي يلا على بعض. وانت كمان بره.
اقرا. صعيد الهواء من جديد. وصعيد الهواء ايه؟ كان شادد حلو قوي بقى، يعني صعيد الهواء هنا بيتألق فجأة كده، نزل عليه الإلهام ومبقاش صعيد الهواء. تلحم وضربني ضرب. انتهى قلة الأدب من سعيد الهوى. بس بصراحة الله يبقى في جريدز مظبطاني يعني. خش دلوقتي سلمها كده ومفكرش في أي حاجة. بحب أوي السلاح اللي بيبقى ماسكينه، أحلى حاجة فيهم السلاح اللي بيبقى ماسكينه، شكله مميز بغض النظر إن هو أقوى ومش أقوى. مش عارف هل في أسلحة أقوى من أسلحة في اللعبة دي في السكندري ويبن يعني. I found the right place, but at the wrong time. I'll need to return to the past if I want to activate this tower. أدي سعيد الهوا من جديد. I hope إن دي تكون فرصة للانتقام ورد الاعتبار. سعيد الهوا كالعادة بعت لي الرجالة يرحبوا بيا. لحظات من التأمل في السقف. محتاج موضوع التأمل في السقف ده من وقت للتاني. وبعدين يا هوا انت سعيد الهوى يا كلب. اجري يا مجدي وعاد اليكم من جديد. الدهاكة في تاني ظهور له وتاني مطاردة.
لا للمزاح، لا للهزار. دقت ساعة العمل، دقت ساعة الجري، دقت ساعة الهروب. عم بس يعني الأرض بتتهز تحت رجليك. مش ممكن، مش بني آدم. بس ده معناه إن في بورتال جاي. طالما في ده هاكر يبقى في ستارت. أوهو أوهو واحد اتنين اوكي واحد اتنين تلاتة اربعة. الى الباست من جديد. You get new sand tank. شكرا شكرا. See.